من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، حياكم الله أينما كنتم. اليوم إن شاء الله غادي نتحدث لكم حول واحد الكتاب الذي ألفته، اللي هو السحر، تحت عنوان السحر بين الوهم والحقيقة. وهذا الكتاب ديال هذا العبد الضعيف، الاسم ديالي الحسن حمزة، مواليد 67 من مدينة تيروداند. هذا الكتاب اللي موجود في الساحة يتحدث على بعض الأباطل الذي تزيى بهذا الموضوع اللي هو السحر. والسحر المعنى دياله هو شيء خفي، يعني السحر شيء خفي سببه يستمل على الحقيقة فلا حقيقة له. وللاحظت أحبتي الكرام أن هذا الكتاب في الغلاف دياله كان هنا واحد السواد، كان هنا البياض، والسحر كله سواد وظلمة، والعياذ بالله. غادي يجي إن شاء الله البياض اللي هو جلاء باش يحيد لنا هذا السواد بإذن الله. فهذا الكتاب إذن هو واحد المساهمة يعني ضعيفة من أجل ماذا؟ جلاء هذا المفهوم ديال السحر. لأن المفهوم السحر عندما يسمعونه الناس من القرآن أو السنة المطهرة يعني يعتقدون بأن ما تزودهم به ثقافتهم الشعبية المقيتة البدوية هو تفسير هذا المصطلح، والحال أن هذا المصطلح يعني ينبغي من العلماء والبلغاء والفصحاء أن يعني يعطوا تفسيرا مفهوما علميا دقيقا لغويا سليما. فلهذا هذا الكتاب فيه تقريبا 74 صفحة. بدأت في البداية ببعض الدوافع اللي جعلتني أنني نكتب هذا الكتاب، اللي هو أنني الدافع الأول أن الناس ينقسمون حتى العلماء إلى هذا في هذا العالم إلى ثلاث أصناف. صنف كلما أصابه شيء عزاه إلى السحر، وهؤلاء كنسميهم أصحاب الأوهام، يعني وقع لي شي حاجة ولا ما تمشت لي شي تجارة ولا فشل في شي عمل ولا ما نجح ولا ما تزوج، إذا سحر. كلما يعني وقع لي شي حاجة كيعزيه إلى السحر. هادو كنسميهم أصحاب الأوهام. كاين هاد الناس كتار، وكاين واحد الناس أخرين كتار اللي هما لا يؤمنون بالسحر بتاتا، تيقول لك خرافة لا أصل لها، كأنهم لا يقرؤون لا كتاب الله عز وجل لا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإلى جانب هذا يعني هاد الطرفين، هناك واحد الصنف اللي هو معتبر، وهذا الصنف المعتبر وما ضره أنه معتبر لأنه أعطى أدلة علمية دقيقة على بيان حقيقة السحر، وهذا هو كيتمثل في هذا الكتاب إن شاء الله. إذن هذا الدافع الأول. ثم الدافع الثاني هو أن شاهدت في الفيديوهات وكذا كثير من بعض الرقاة اللي كيقولوا لك، يعني بعض الناس اللي هم أمراض ذهنيين، أمراض ديال هذا الزمن، العصابيات اللي اكتشفها العلماء الآن، كينعتهم بالله السحر وعندهم، وتزيدوا يديروا إحاءات على أنهم عندهم سحر التفريغ، سحر الجنون، سحر الأمراض، سحر الهواتف، سحر كذا. وهذه الأسماء كلها مبتدعة ابتدعها من يبتدعها من أجل الاسترزاق. ثم المهم في هذا الكتاب اللي غادي نشليه هو أنه كيفسر واحد الآية اللي مع الأسف الشديد تفسرت عبر التاريخ تفسيرا مستبعدا فلا تنال حظها من التفسير، وستجد لنا إن شاء الله التفسير لهذه الآية ديال واتبع ما تتلو الشيطان على مكسر، كما أن فيه إبطال باطل ينبغي أن يمحى من التاريخ، وهو باطل جميع العلماء يعني يؤمنون بهذا الباطل، ولا يستطيع أحدهم أنه يقول أنه باطل موضوع، وهو سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يعتقد أن ما دام أن الرسول سحر وذكر في البخاري بسند لبيد، سند هشام بن عروة، أن لبيد بن العاصم هو الذي سحره، وهذا الحديث قلت فيه أنه باطل ينبغي أن يمحى من التاريخ، لأن السند وإن كان السند صحيح فالمتن غير صحيح، فيجب، وسميت هذا العنوان باطل ينبغي أن يمحى من التاريخ. ولا استطعنا نفهموا
هاد الآية اللي قلت من سورة البقرة فهما سليما ونفسروها تفسيرا سليما ماشي تفسير المغرضة المستبعدة، ثم أيضا نبطلوا هاد الحديث بالأدلة العلمية الدقيقة، إذاك غادي نعرفوا أن حقيقة السحر هو ماذا؟ هو الخديعة، هو الكذوب، هو الزور، هو التمويه، هو النصب وحده فقط لا غير. وحياكم الله.